44 دقيقة. سلامتكم، مرحبا بكم من جديد الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مكملين معاكم حتى النص نهار كما كل نهار الجمعة، وكما تعودتوا الوقيت هذايا والموعد يكون مع الأستاذ عمر بن عربية. تتسويت في الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أستاذ عسلامة، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟ صباح الخير، لاباس؟ تحيه ليك ولصحار ومستمعينا الكل في الكلمه الطيبه. الحمد لله يا ربي. لاباس؟ اش عامل فيك البرد؟ الحمد لله لاباس، كي الناس الكل نتعقل مع البرنوص حاجه تعمل بالي. فتحيه شده الصيف البرنوص. لا خاطر ريت القشبيه والبرنوص هذوكم تقول لي برد الراح. دونك ما تحسش بهم. كل حاجه عندها دواء، الناس بكري لقاو كل حاجه حل. جوستومون باي استاذ، دونك اليوم باش نحكي ونفسروا ايه جديده. اليوم الايه هذه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ظهر لي الآية هذه أستاذ، ما ثماش تونسي يوميا في حياته اليومية ما يقولهاش وما يتعرضهاش، أما ما يتعرضش الحالة معناها تذكروا بالآية هذه. ولكن ثم العباد اللي معناها تفهمها بالقدي بالقدي وتعمل بها، وثم عباد زادا كيف ما ربما ما تستحضرهاش وما تمشيش عليها. تغفل عليها. لكن نزيد نوضح أكثر في الكلام، وتقريبا الكلام اللي فيها واضح معناها المعنى متاعه، ولا الكلمات سهلة المستعملة فيها، ولكن المعاني عميقة وكبيرة برشا برشا برشا. نبدأ بالجزء الأول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لهنا وهو نزيد نربطوه بالجزء الثاني، مقارنة ربما وإلا معناها مع مقابلة بين حالتين، جوستومون بين حالتين. نعطيه المعنى الكبير للآية هذه على الأقل بداية. هو أول حاجة فتحية، احنا العادة ناخذ صورة معروفة ولا صورة قصيرة الناس كل تحفظها. اليوم اخذينا آية من سورة البقرة، لأن مش الناس كل تحفظها سورة البقرة، قليلة اللي يحفظها، ولكن الآية هذه معناها كان عندها شهرة معروفة كبيرة ياسر، لدرجة اللي وهي ولات كأنها مك الأمثال اللي الناس تقولها وتستحضرها ديما وتحفظها ديما، ويمكن برشا يقولوها ما يعرفوش اللي هي آية من القرآن. والآية هذه فعلا صعوبتها مش في كلماتها كما الصور اللي خذيناها من قبل، صعوبتها في تطبيقها وفي استحضارها وقت الحادثة هذيك، وقت الحاجة للآية هذه. برشا ناس يتذكروها بعد برشا، ولكن أنا حاجتي بها وقت ما توقع حادثة معينة أني نستحضر الآية هذه. فعلا الآية هذه تحكي على حاجتين متقابلين متضادين، أولهم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قل الإنسان كيفاش حاجة خير ليه، هو يكرهها ما يحبهاش. الإنسان يحكم، يحب ويكره ويحكم على الخير والشر باللي يراه هو بالظاهر. معناه ساعات حاجة يرى فيها مضرة ظاهرة فيكرهها، كما نقولوا احنا مرض وإلا أزمة مادية ولا حاجة هو حب عليها ووخرت عليه برشا وإلا ما تحقتلوش، هو يكره الشيء هذا ما يرتاحش، يكون متقلق ونفسانيا متأزم لأنه كل حاجة هذيك يرى فيها مضرة ليه، يرى حسب نظرته هو اللي ما خذهاش في خدمة وإلا في حاجة نواها، مادام ما خذهاش معناها كأنه هو لا عنده لا زهر لا عنده حظ لا عنده، واللي يقول علاش أنا وحس روحه كأنه ربي عاقب فيه وكأنه مصايب هابط عليه. الإنسان بطبيعته ما يحبش العكس، ما يحبش حاجة تعكسه، فيحب كل شيء يتحقق وما يحبش الحاجات اللي فيها ألم ولا فيها مضرة، معناها كما المرض كما مشكلة في علاقة معينة كما حاجة وخرت عليه، هذاك كله ما يحبوش. ورب يقول له هو خير ليك، مش بنظرتك أنت وإنما بعلم ربي سبحانه وتعالى. وشوف حتى القرآن تكلم على الحالات هذه اللي توقعنا ديما: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، جايته فلوس نقصه منها شوية وإلا وخرت عليه، فيقول ربي أهانا، معناه يعتبرها كانوا ربي أهان وكانوا ربي عاقب فيه، ويبدأ يتسأل يقول أنا شو عملت باش ربي يعمل فيه هذا، كانوا ذاك بالضرورة يرى كان عقاب، يرى في حاجة سيئة، وهذا مش صحيح. بدليل شنو؟ بدليل أنه كان أخذ مثال بسيط، ساعات الإنسان ولده الصغير يسقي فيه في دواء والدواء مر، والولد كان نحن نحط روحنا في بقتك الولد الصغير، والإنسان مهما يكبر ويتعلم راه يقعد قدام ربي باقي كالكائن الصغير، هو كاره الدواء هذاك. علاش كاره؟ لأنه ينظر لك المرارة هاك الظاهر، هذاك هو شي يظهر منه الدواء، بالنسبة لي يرى فيه المرارة يرى فيه المضرة فيكرهه، وهو في الحقيقة الدواء هذاك فيه خير ليه فيه منفع ليه، هو ما منظر لهاش وما يعرفهاش في الحقيقة. وينظر البوه ولا الأم اللي غصب عليه الحاجة هذيك تقولش عليهم ما يحبوهش وعليش يغصبوا عليه، معناه كانوا فما شيء من الكره عليه، مش بيهم يعملوا لي هكا، وهما في الحقيقة اللي يعملوا فيه هو في قمة الرحمة وفي قمة الحماية ليه وفي قمة الرفق به، هو ما يراش هذا، راهو الإنسان هو هذا الوليد الصغير
اللي ساعات يمرض يقول شبين يمرض، تعليش انا جاني هالمرض ذي ولا اخر لبس عليه، تعليش انا الفلوس ذي عكستني ولا اخر جاته، علاش انا مشروعي فشل ولا اخر، علاش انا علاقتي باصدقائي ولا بزوجتي فشلت، وهذا كلام ديما يرافق فيك الحاجه السيئه، وربي يقول له وهو خير لكم. واحنا عندنا كلمه باهيه نقولوها، نقولوا لعل فيها خير، لعل فيها خير، وهذيك هي لعل فيها خير هي هذه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالعكس نقول مش لعل فيه خير، اكيد فيه خير، اكيد فيه خير. شنو الخير هذا؟ يمكن انا ما نعرفوش راه، يمكن بعد فتره نعرفوا. نقولوا زاد كل توخيره فيها خيره، صحيح كل توخيره فيها خيره، وهذا هذه قواعد اجتماعيه، ولكن راهي في الاصل هي قواعد دينيه. يمكن بعد فتره نقول والله كل حاجه ذيك خذيت منها درس، والله الحاجه ذيك كانت باهيه رغم انها من الاول ظهرت لي فيها مضره. وساعات انا مانيش نعرف، يحتمل واحد يموت وما يعرفش علاش وقعت له كل حاجه الخايبه هذيك، ولكن ربي هو اللي يعلم. واحنا نعاولوا كيما الاولاد الصغيرة اللي يكون عنده ثقه في والديه اللي ما يعملوا له كان الباهي، احنا من باب اولى تكون عندنا ثقه في ربي، انه ولو الحاجه ظهرت لنا خايبه الا انها في الحقيقه فيها باهي. هذا الجزء الاول، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، معنى تحبوا حاجه وهي شر لكم، وهي شر. تحب حاجه وتحرص عليها، قداش من حاجه الانسان يسعى لها وتلقاه عامل المستحيل باش يوصل لها وما ينالهاش، رغم اللي ياخذ بالاسباب وما يقصرش، هو كيما ينالهاش يظل يحب ما عند ربي، هذه هو ما ينالهاش. نعم نعم، فما الجانب هذا اللي الانسان ساعات يغفل عليه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، اعطاه ساعات حاجات فيقول ربي اكرما، مش صحيح، راه مش ربي اعطاك معناه يحبك بالضروره، مش بالضروره، راه ربي سبحانه وتعالى في الدنيا يعطي للي يحب واللي ما يحبوش. دليل اول الانسان كافر بالله مش مسلم جمل، خي ربي يمنع عليه النعم ما يعطيش الدنيا، الدنيا راه ربي يعطيها للناس الباهين واللي مش باهين، وهي في الحالتين اختبار امتحان. انت تحب حاجه تظهر لك فيها منفعه، اولاد صغار مثلا نقول انا، نعم معينه، فلوس، صحه، علاقات، هيك كل تسعى لها لان حاجه باهيه، ولكن في الحقيقه قد يكون فيها شر ومضره انت ما تعرفهاش، الله اعلم شنو خفايا، فما خفايا الانسان ما يشوفهاش احيانا، واحيانا واحد يسعى لحاجه ويجري لها ويتعب عليها ونهار اللي حصلها تكون هي سبب في تعاسته. ساعات واحد يقول لك والله ساعات تلقى واحد لاباس عليه، يقول لك والله كان ما جاش عندي فلوس راني مرتاح. صحيح، كيما نقولوا احنا اللي عنده فلوس مش مرتاح واللي ما عندوش مش مرتاح. خاطر الزوز مش قاعدين يشوفوا في الخفايا، يشوف في الجانب الظاهر كهو، مش معول على علم ربي سبحانه وتعالى في هذا. ونضربوا مثل باقي بولاد صغير، ساعات حاجه هكا تظهر له بنينه محلاها ويقول لك، يقول بوها لهم خذها لي، وهما ما ياخذوهالوش خاطر يعرفوا انه هذيك صحيح منظرها حلو، صحيح مطعمها بنين، ولكن فيها مضره لصحته. واش يبدا ينظر كل ولد يبدا علاش يحرموني، شبي صاحبي بوه خذاله وامه خذاته، علاش انا ما تاخذوليش، ينظرك المنع هذاك كانه حرمان. هو في الحقيقه لا، راه قمه العنايه بيك، قمه المحبه ليك انه ما يعطيها لكش الحاجه هذيك، خطر في الحقيقة فيها مضرة أنت ما تعرفهاش. لو الإنسان يتعامل مع ربي المنطقة ذي البسيط نتاع أنه حاجة أنا نحبها ما أعطاها ليش، راهو ما أعطاها ليش محبة، مش بالضرورة ما أعطاها ليش خطرني أنا خايب، ينجم يكون أنا قايم بواجباتي الدينية وباهي وأخلاقي باهي وما أعطانيش، مش خطرني خايب، خطره يحبني. كيفاش فيها مضرة؟ قول أنا مريتهاش المضرة، ربي يعلمها. هنا مشي شيء إيمان الإنسان ويقينه بأنه علمه هو ضعيف قدام علم ربي، أنت تنظر تحكم بالظاهر. ربي قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ساعات يبدأ يقول يا ربي أعطيني يا ربي أعطيني، على أساس أنه يدعي في حاجة باهية، وهي في الحقيقة راه يدعي على روحه، لأنه لو أعطاه الحاجة هذيك اللي هو حريص عليها مش تكون سبب في تعاسته، مش تكون سبب في شر مش يوقع له. هكا ربي قال وكان الانسان عجولا، الانسان راهو ياسر يتعجل وياسر يحكم بصفه مستعجله، على كيف في اخر الايه هذه شو يقول ربي؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. هي الايه كلها معناها كامله مكمله، يعطيك اللي تقبله واللي ما تقبلوش، ولا تحبه ما تحبوش، والشر والخير، ويفسر لك علاش ربما اذا تمنعت الحاجه هذيك والا اذا تطاطت. هو السر في كل الجمله الاخرانيه، الله يعلم، والله يعلم. راهي هذه تجم تعطيك راحه نفسيه كبيره ياسر، سواء عندك ولا ما عندكش، معناها للي عنده وللي ما عندوش، الله يعلم وانتم لا تعلمون. معناها عول على علم ربي، ما تعولش على علمك انت، راك انت في النهايه ماك الا بشر ضعيف. ما هي حساباتك مهما تكون دقيقه ومهما تكون عامل مجهودك باش تحسبها، راهي حسابات قاصره محدوده قدام حساب ربي اللي من الحاجات بالحق اللي تعطي السعاده للانسان
انه يكون عنده ايمان. هذا نحبه مش نفهموه لانه الناس كل تفهموا الكلام هذا، اما نحبه نعيشوه نفعلوه. معناها وقت اللي الانسان تقع له حتى خاصه مصيبه ولا حاجه خايبه يستحضر هذا باش يكون في راحه نفسيه، وقت اللي تجيه نعمه يستحضر هذا باش يكون في راحه نفسيه. وفعلا خاصه الراحه النفسيه، لانه الايه هذه عندها دور كبير انه طبعا العبد ترتحه اكثر باش يفهم علاش صارت معاه الحاجه ذيك ولا علاش تحرم من حاجه هذيك، وانه يغير زاويه النظر ما ينظرش من النظر القاصة، وانه يرمي حماله على ربي كما نقولوا احنا ويعول. وهذا الايمان اللي حاجتنا به، راه الايمان يظهر وقت الحاجه اليه. ولكن نحب نختم الكلمه الطيبه اليوم بكلمه طيبه بحكمه حلوه ياسر، يقول لك رب محبوب في مكروه، حاجه باهيه مخبيه في حاجه انت تكرهها، هذا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، حاجه خايبه ولكن مخبيت لك في حاجه تجري عليها، فماذا بك ما تجريش عليها لأنه فيها حاجة خايبة. ورب مغبوط في نعمة هي داؤه، قداش إنسان الناس تحسده وعنده فرحة. وليتك الحاجة اللي حاسدينه عليها كان تحكي معاه تو يقول لك هذيك اللي مقلقتني في حياتي، هذيك سبب مشاكل. رب مغبوط في نعمة، يعني محسود على نعمة هي داؤه، هذيك سبب مشاكله في الدنيا. ومرحوم في داء هو شفاؤه، يعني مرحوم الناس تشفق عليه، قولوا آه مسكين فلان والله ما عندوش، فلان زوالي، والله فلان ربي ما عطاهش صغار، والله فلان عنده مرض، هيك الحاجة اللي الناس تشفق عليه بسببها هي شفاؤه، هذاك اللي تصلح به، هذيك السبب من أسباب سعادته اللي كانت تتنحى عليه راه مش يعيش في شقة. فالنهاية نقول للإنسان ما تحكمش بالظاهر وما تحكمش بعلمك، خلي العلم لله، افرح باللي عطاه لك ربي واحمد ربي عليه وكون قنوع وخليك راضي بقضاء الله وقدره. هذا هو سر السعادة اللي تبينه الآية هذه. يعطيك الصحة أستاذ على الآية هذه نتاع اليوم، معناها نتصور مست العباد الكل والناس الكل كما قلت في بداية الكلمة الطيبة. فماش عبد ظهر لي ما مرش بحالة كل يوم ذكر فيها الآية هذية، وهاو اليوم جات الفرصة باش تفهموها أكثر وباش تحاولوا كما قال الأستاذ عمر نعيشوها. يعطيك صحة أستاذ، نتقابل العفو.